السلام عليكم، مرحبا بكم في عالم المكنسية. اليوم ان شاء الله غنكملوا تتمة ديال التحضيرات ديال حاجوزة. غنقدم لكم الفول والحمص والذرة، فاكهة بثلاث تبيلة زوينة ورائعة. نخليكم معايا هذاك الفول اللي بالقشور ديالو، الفول اللي كتلقي اللي كيدار به المنقوب اللي بالقشور ديالو، هذا كنفزقو كناخدو واحد الرابعة من عند مول الهري اولا من عند الطاحونه وكنفزقوه ليله كامله. من بعد كنحيدوا له ديك القشره ديالو وكنحلوه، الفوله ديالنا كنحلوها في النص، هانتي ما كنخليوهاش هذا، كنحلوها. من بعد ما كنحلوها كندخلوها كنغسلوه مزيان ونشفوه بشي زويف، كندخلوه الكونجيلاتور تقريبا واحد 4 ديال السوايع اولا 5 حتى كنحسوا بالفول ديالنا جمد، ومن بعد كنخرجوه عاد غادي نستعملوه. هو هنا الوصفه الثانيه عندنا الحمص مفزق، كان عندي في الكونجيلاتور بحال اللي غنديروه الحريره، يعني عادي الحمص شديته حيت له الجلده ديالو وقسمته على وحليته هكا، حلينا الحبه على زوج وعاد غنستعملوه. من بعد ما فسخنا الفول وهذا والحمص درنا هنا مقيله ديالنا او لا كاسرونه، من الاحسن شي حاجه اللي تكون غارقه باش ما تهزلكمش كميه كبيره ديال الزيت. هنا درنا الزيت ديالي راه صافي تقريبا راه سخن، غنخويو غنحط انا واحد الشبكه باش كتجيني ساهله في القليان مع داكشي اللي شي صغير كيبقى شويه كيعذب في الخدمه. غنحطو الحمص ديالنا، النار تكون مهيله باش كيطيب على خاطرو باش كتجي تقرميله فيه، ما لا زربتو راه غيتحمر ولكن غيجي من الداخل رطب. بغيتو داك التقرميشه نقصو من الجهد نتاع البوطه وخلي على خاطرو باش كيجي مقرمش كيجي زوين. البنات من بعد ما قلينا الحمص هو تقلى، راه ما كيتحمرش بزاف بحال هكا كيولي ذهبي، كنحبسوا عليه الطياب ولكن راه كيشد الطياب، راه تقريبا شد لي نص ساعه ديال الطياب، نص ساعه ديال الطياب. كتنقصوا على العافيه مزيان وتخليوه كيطيب على خاطرو حتى كتحسوا بالحبه، انت حتى كتحسوا بالحبه شويه قصاحت، كتذوقوا شي وحده كتحسوا بها مقرمله وفي نفس الوقت رطبه، صافي كتحبسوا عليه الطياب. الزيت البنات غادي نرميو هذا الفول ديالنا حتى هو. راه الطريقه اللي قلت لكم ديال المجمد رائعه البنات، هذه الطريقه الخاصه بيا انا حصريا عندي انا، هادشي اللي كنديرو كطلع ليا زوينه. ملي كديريها في المجمد كتجي مقرمله الفول، غير الفول ما الحمص بلاش، غير الفول كتجي ديك التهريسه ديك التقرميله كيجي زوين، كيكون بارد وكتحطوه يتقلى كيجي زوين. من بعد انا هذا الحمص ديالنا ها هو ما حدو سخون، غنزرب عليه، غنديرو واحد نص معلقه صغيره ديال الكمون، غندير واحد القبيصه ديال الفلفله حاره اختياريه اللي بغى، ما غنكثرش حيت انا وليداتي خاصهم باش حتى هما ياكلوا، والملحه كتبقى على حسب الذوق، شويه ديال الملحه، وغنديروا شويه ديال هذا الزعتر، اللي عندها الزعتر مدقوق يكون حسن، انا ما عنديش مدقوق، غنحاول نفركو هكا بيدي. وغنخلطوا هذا الشيء كامل. هما البنات الخليط ديالنا، ها هو دابا الخليط ديالنا واجد. شنو باش هاد المكونات تشد مزيان بالحمص، غندخلوه للفران يكون سخون بزاف
بحال غنطيبوا الخبز غندخلو غير بما سخنا الحمص ديالنا، يعني نحسو بالحمص صافي سخن هكذا غنخرجوه من الفران. وبالنسبه لهذا الفول، الفول ديالنا ها هو راه حنا قليتو، هو ما شدش الطياب بحال الحمص، الحمص شد ليا شويه ديال الطياب. غنحطوه في واحد الورق اولا بشي منديل باش نحيد منه الزيت الاخر ما نشفتوش لحقاش دخلته للفران. غنحاول نشفو، انا عارفه هاد جوج وصفات غيضحكوا واحد صاحبتي اللي كتقول لي دائما كتعطي لوليداتك القطنيه، كتعطيهم الحمص، كتعطيهم اللوبيا، العدس، يعني ضروري يعني فيما نتكلم معاها كنت نقول لها بعض المرات راني كندير القطاني، كتقول لي برافو عليك انا وليداتي ما كياكلوهاش بزاف. كنقدم لها تحيه من هذا المنبر، هذا سميتها لطيفه الملياني، كنقدم لها تحيه. غنحطوه الطبق ديالنا، غنزيدوا له واحد شويه ديال الملحه غير شويه ما نكثروش. معدنا حتى تقرميش هان تبارك الله مقرمش. من بعد البنات في الماء درتها في الكوكوط وسلقناها، كاينين شي حبات اللي تحلو كاينين اللي بقاو مسدودين، صفيناها من داك الماء. غنضيفوا لها تقريبا انا عندي هنا رابعه، يعني تقريبا انا عندي رابعه هي هذيك. غادي نديروا الرز ديال المعلقه ديال الفلفله حاره، وغنديروا الخرقوم، وغنديروا الفلفله حلوه، والملحه كتبقى على حسب الذوق. كلشي الرز ديال المعلقه، وغنضيفوا الثومه غبره، اللي ما عندهاش ثومه غبره تستعمل الثومه العاديه غير هي تحكها رقيق. عندي هنا معلقه كبيره ديال مايزينا، معلقه كبيره ديال مايزينا. عندي هنا هذا طحين ديال الذره، يعني الذره مطحونه، هذه الغبره ديالها تقريبا واحد 3 ديال المعالق هكذاك. والطحين عادي الفورس، الطحين العادي حتى هو 3 ديال المعالقات، واللي بغات كثر كتذوب المقادير. وغنخلطوا هذا الشيء كامل. هما دوك الحبيبات ديال الذره كلهم تلبسوا بداك الطحين وبداك العطريه اللي درنا. بالنسبه للبنات اللي عندها القزبور، القزبور والمعدنوس يابس ممكن تستعملهم، انا ما عنديش ما درتش بهم. ناخذ واحد الصفايه باش غنصفيو هذا الشيء كامل. غنجيبوا اللاطه ديالنا ديال الفران، غندخلوه الفران ديالنا حتى كيتكرمل وكيعطي داك اللون الذهبي، وعاد نخرجوه. وهذا هو الطبق، الاطباق النهائيه ديال الفاكهه ديالنا، الفول والحمص وخلاص الذره، جاو زوينين. كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم وبصحه وراحه.